اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج هي ومرايتي. في موضوع مهم جدا حابه اتكلم معاكم فيه. في مسج غريبه جات لي من كام يوم، وبصراحه انا كنت مصدومه مصدومه ان في ناس ممكن تنتهك حرمه بيتها. يعني لو الاب والاخ مش سند وظهر لاختهم، نامن لمين؟ المهم انه البنت دي قالت لي ان باباها حاول يتعدى عليها جسديا، وان اهلها كلهم ما صدقوهاش، لدرجة ان اهلها طردوها من البيت. وليلة ما كانت هتسيب البيت وتمشي، مامتها شافت باباها وهو بيحاول يتعدى عليها، وسابت البيت معاها وعاشوا لوحدهم. انا مش عارفة احنا ازاي وصلنا للمرحلة دي. معانا دلوقتي صاحبة المشكلة سين الف عشان نعرف منها تفاصيل اكتر عن الموضوع. اهلا بيكي حضرتك معانا. اه، مع حضرتك. ممكن تحكي لنا اكتر ايه اللي حصل؟ بصي، هو طبعا انا مش عارفة ازاي انا هقول كده، لان المفروض ان ده بابايا للأسف، فانا مش عارفة بجد هقول ايه. بس المفروض ان اي بنت عارفة ان باباها بيحضنها عادي. باباها مثلا لما بيحصل اي مناسبة او اي حاجة بيبصها برضو عادي، أكيد فانا ما كنتش حاطة في دماغي ده. بس لقيت ان هو بيمد ايده، انا اسفه في اللي بقوله، بس هو بيمد ايده في اماكن غريبه. ولما اجي اقول له ما ينفعش كده، يقول لي يا عادي ما باباكي وما فيهاش حاجه. جيت بعد كده اكتشفت ان هو لما ببقى مثلا باخد شاور بيبص عليا. فانا لما قلت لماما الكلام ده، قالت لي لا طبعا، واكيد ما اكيد ما فيش الكلام ده، وهو ما يعملش كده، انتي بنت وعمره ما يعمل معاكي كده. أكيد طبعا ما فانا حدش هيجي في قلت باله. خلاص تمام، ممكن يكون مثلا دماغي شيطان بيلعب في دماغي حاجة زي كده. بس بس هو صعب الموضوع جدا ان زاد انتي قوي تحددي لدرجة، ان ده نعم تعدي من باباكي. ايوه بالظبط، حسيت ان هو يعني موضوع غريب، خصوصا كمان ان انا لما يعني كنت بشوف على النت حاجات زي كده. انا دخلت بحثت عن الموضوع، لقيت ان لا، مش طبيعي ان الاب يعمل كده مع بنته. يعني قلت اكيد يمكن انا اللي فاهمه غلط، بس انا اكتشفت ده. واتكلمت مع واحده صاحبتي، قالت لي برضه ان لا، ازاي تسكتي على حاجه زي دي، قولي لاهلك. لما قلت لهم ان هو تمادى في الموضوع، ان هو اتكلم معايا في حاجات مش كويسه خالص، فقالوا لي لا او ما ينفعش، واتخانقوا معايا. هو الكلام ده بيحصل بقاله قد ايه؟ يعني تقريبا، بصي، هو كنت شايفه ان الموضوع عادي من شهر تقريبا. من شهر بعد كده بدأ لقيته يحصل كل الحاجات دي. قبلها كان علاقتكو كويسة جدا ومفيش اي حاجة، مظبوط؟ مش كويسة. هو يعني كان بيعمل الحاجات دي، بس اللي هو ايه، يعني مثلا ياخدني في حضنه حضن غريب كده جامد، فبقول عادي بابا. مثلا المفروض ان هو ما ي... في حاجات كده بتحصل، انا مش عارفة اقول ايه بصراحة، بس في حاجات كده بتحصل ما ينفعش ان هي تتعمل. طب يعني انت ازاي قدرتي تتأكدي انه اللي بيحصل ده تعدي وانه ده مش حب اب لبنته؟ لما لقيت ان هو ايده بقت بتتمد في اماكن ما ينفعش يتمد فيها، ولما لقيت ان هو بيبص عليا وانا باخد شاور، ما اعتقدش ان دي حاجه طبيعيه اب يعملها. اكيد. طب وبعدها كان تصرف مامتك ايه لما شافت بعد ما اتأكدت خلاص ان باباكي فعلا بيحاول يتعدى عليكي؟ بصي، هي ما كانتش مصدقه خالص، وانا اصلا يعني خدت بعضي وكنت اسيب البيت وامشي. تمام، فقالوا لي يعني ماما قالت لي لا ومش هينفع، وهو ما بيعملش كده، وهو اكيد عادي زي ما قلت لحضرتك في الاول. بس بعد كده أكيد هي صعب عليها برضو تستوعب، دي صدمة كبيرة جدا. اكيد طبعا انا كنت عذراها، بس المفروض كانت على الاقل تحاول تصدقني، أكيد بس انا أكيد عذراها طبعا. طبعا. هو أنت عندك كام سنة؟ انا عندي 19. طيب وكلميني عن حالتك النفسية بعد الصدمة اللي حصلت دي. بصي، هو انا وصل ان انا رحت لدكتور نفساني. يعني انا طبعا ماما مشيت معايا بعد ما عرفت حاجه زي كده، مشيت معايا تمام، وبقينا بعيدة عنه خالص، وهي رفعت عليه دلوقتي قضية ان هي عايزة تطلق منه. طب وهم تواجهوا الأب والأم تواجهوا؟ هي ما عرفتش، هي فضلت يومين اصلا عندها صدمة ما بتتكلمش خالص. شكرا، وقلبنا كلنا معاكي وإن شاء الله ربنا يعوضك خير. ودلوقتي احنا معانا مداخلة مع دكتور محمد السعيد عطلة من علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك يا فندم والسادة أهلا بيك، المشاهدين مشرفنا أجمعين. في البرنامج والله. حياكم الله، شكرا جزيلا. في رأيك إزاي نقدر نستخدم التعليم الديني في تعزيز القيم الأخلاقية وحماية الأسرة من انتهاك المحارم؟ بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه ما وسلم، شاء من الله. المعلوم أن ديننا الإسلامي الحنيف دين قائم على القيم الأخلاقية الرفيعة،
ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة وأحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، وأبغضكم إلي وأبعدكم عني مجلسا مساوئ الأخلاق. من هنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحثنا على الخلق الرفيع. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له: أي العباد أحب إلى الله؟ لم يقل أغناهم أو أقواهم أو أعلاهم حسبا أو نسبا أو منصبا، إنما قال: أحب العباد إلى الله أحسنهم خلقا. وطبعا الأخلاق لابد تنتقل من الآباء والأمهات إلى النشء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم، وقال: ما نحل والد ولدا خيرا من أدب حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: يعني يؤدب أحدكم ولده خير له عند الله من أن يتصدق بصاع من ذهب. وطبعا هنا الولد قائم على معنيين، يحمل معنى البنت والولد، يعني الذكر والأنثى، كل مولود ولد. طيب إزاي نقدر ندعم الضحايا ونقلل من انتهاك المحارم؟ انتهاك المحارم كارثة أخلاقية شنيعة، إنها جريمة من أكبر وأبشع الجرائم. أكيد. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله سائل كل راع عما ترعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. من هنا لابد إن الرجل يكون محافظ على عرض أهله وأهل بيته. طبعا من المعروف إن الدين الإسلامي الحنيف دين عفة وطهارة، ولذلك الدين الإسلامي حذر، مش حذر من الزنا بس، حذر من مقدمات الزنا. الزنا كبيرة من الكبائر التي حرمها الله تعالى على العباد، بل حرم القرب منها والوقوع في دواعيها ومقدماتها. لذلك قال الله تعالى في الآية الثانية والثلاثين من سورة الإسراء: ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إذا كان الزنا محرما بين عموم الناس فإن حرمته أشد إذا وقع على المحارم. لذلك قال ابن حجر الهيثمي في الزواجر: وأعظم الزنا وأخطره على الإطلاق الزنا بالمحارم. والزنا مش لازم إن هو يكون الاعتداء الجنسي أو يصل لهذه المرحلة، النظر بشهوة، اللمس بشهوة، الأمور دي كلها من الخطورة بمكان. ذلك لأن المفروض إن المحرم بيكون مطلوب منه الحفاظ على عرض محارمه والزود عنه، لا أن يكون أول الهاتكين له والمضيعين لأركانه. لذلك فإن جريمة الزنا مع المحارم من أشنع الزنا وأشده قبحا، وهو غاية في شذوذ الخلق وفساد الفطر والعياذ بالله. من هنا لابد إن إحنا علشان نحد من مثل هذه الجريمة الشنعاء لابد إن إحنا نقف عند 3 حلول للعلاج. النقطة الأولى إن لو لا قدر الله بنت حصل معاها مثل هذه المشاكل لابد إن هي تاخد حذرها. تاخد حذرها إزاي؟ الخلوة تحرم. يعني إيه خلوة تحرم؟ يعني كان طبيعي إن ممكن البنت مباح لها إن هي تختلي مع أبيها أو مع أخيها أو ما شابه ذلك، لكن لو ظهر علامات غير طبيعية أو مؤشرات توحي بالخطر يبقى لابد إن تمتنع الخلوة. طب معلش يا دكتور، يعني يعني هي لو قطعته هل ده هيبقى عقوق والدين؟ هي مش هتقاطع، لكن إحنا عندنا قاعدة فقهية بتقول دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة. من المعلومة إن بر الوالدين أو بر الأب ده طبعا منفعة، لكن إذا كان هيجلب مضرة والعياذ بالله يبقى عندنا هنا دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة. زي بالظبط ما تكوني حضرتك واقفة في مكان وحد بيحدف لك تفاحة، وفي نفس اللحظة من الناحية التانية حد بيلقك بطوبة أو بحجر. هيكون قدامك تصرف من 2، إما إن أنت هتاخدي التفاحة وتسيبي الحجر يعورك أو يجرحك، أو تبعدي وتختاري التفاحة علشان تتفادي الحجر. فهنا التصرف الأعقل إن أنت تبعدي وتختاري التفاحة علشان تتفادي الحجر، لأن دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة.
احنا بنقول هي مصحف عبق ابوها، لكن يمتنع الأخوة بها بعد اقتراف مثل هذه الامور التي تثير الريبه. كذلك النظر اليها، لانه هو كده النظر اليها ممكن يسبب الفتنه، وعليها ان تحتجب منه، يعني تلبس الحجاب قدامه، يعني ما تقعدش بقى براحتها في البيت ما دام في حاجه زي كده. يبقى لابد ان الامور دي كلها تحرم وتمتنع، ولابد ان هي تشرك الاهل، وكمان لابد من علاج الاب او المحرم اللي حصل منه مثل هذا الشذوذ، لانه اكيد مريض نفسي او أكيد مريض يعني بمرض من امراض التعاطي والعياذ بالله، ممكن يكون صح بيتعاطى اي يعني اشياء مخدره او حاجات من هذه العقاقير غير الطبيعيه اللي تسبب له هذا التصرف القبيح، لان دي جريمه ما تصدرش من انسان سوي. ومن بنشكرك هنا جدا. لابد من اخذ الحذر ماشي والحيطه قبل ان تتفاقم المشكله ويحدث ما لا يحمد عقباه. بنشكرك جدا يا دكتور، بجد افدتنا كتير، شكرا على وجودك معانا. ودلوقتي هيكون معانا مداخلة هاتفية مع الدكتور نادية جمال، استشاري علاقات أسرية وإرشاد نفسي. أهلا بيكي يا دكتور. اهلا بحضرتك، واسمحي لي اشكر حضرتك الاول على البرنامج، واسمحي لي كمان اشكر فضيله الشيخ على الكلام الجميل والمعلومات الجميل اللي هو افدنا بيه. شكرا ليكي. حابين نسالك ايه هي الاثار النفسيه طويله المدى اللي بيتعرض لها ضحايا انتهاك المحارم؟ تمام، خلينا اقول لحضرتك اول اضطراب او اول اعراض من بعد الصدمه بتبقى البنت تماما فاقده الثقه في نفسها، فاقده الثقه كمان في التعاملات. أكيد. بتحاول تخلي مسافة بعيدة جدا أو غير طبيعية بينها وبين أي حد بتتعامل معاه. الخوف المستمر، القلق المستمر، عدم تحركاتها الكتير، عدم بدء صداقات جديدة، في التعاملات بتاعتها طول الوقت بتحسسك إنها متوترة، وده كله بتحسسك طبعا إنها عشان هي خايفة. دلوقتي ما عندهاش ثقة في أي حد. مظبوط بالظبط كده. وبعدين عايزه اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، تخيلي ان حد بتاخدي منه مصدر الامان ومصدر الثقه ومصدر الرعايه، نموذج الاب اللي في حياتك ونموذج الراجل اللي انت بتحلمي انه يكون صدمة في كبيرة حياتك، طبعا. اللي هو بيراعيكي ويخاف عليكي، اللي هو مصدر الامان والحب ليكي، هو اللي كسرك او هو اللي عمل فيكي اكتر حاجه في الدنيا كرهتيها في نفسك، كرهتي جسمك، كرهتي نفسك، كرهت تفاصيل الحياة. بس هل كده احنا المفروض نفقد الامل في ان احنا نتخطى حاجة زي كده؟ لا، مفيش حاجة اسمها فقد امل طب خالص ازاي؟ نهائي في الحياة. ازاي بقى ازاي؟ نتخطى او نحاول نتخطى حاجة زي كده؟ طيب اول حاجة انت بتتأكدي انها طلعت من المكان ده تماما، يعني ايا كان هي بتخليها تحكي وبمنتهى الاريحية، ومجرد ما هي حكت كل التفاصيل بتعمل لها جزء صغير قوي التفريغ النفسي. مهما البنت دي ما بتكون حكت تفاصيل لاي حد قريب منها، مش هتحكيها بنفس المصداقيه او أكيد. مش هتحكيها بالراحه النفسيه اللي بتحكيها لطبيب معالج، صح. لان هي اللي عايزه تتعالج. ده رقم واحد. رقم اتنين، هتبداي انت تزرعي الثقه في نفسها من اول وجديد. رقم ثلاثة، هتديها شويه نقاط كده للتعامل عشان تبدا تدي الثقه للي قدامها في التعاملات. اهم حاجه ورقم واحد ان انت ازاي تعوديها انها تثق في نفسها من اول وجديد وتحب نفسها من اول وجديد، وان انت تقنعيها بفكره ان دي كانت غلطه كبيره جدا ومن المستحيل انها تتكرر معاها، وان الشخص اللي عمل كده ما هوش شخص سوي نفسيا ولا سوي أكيد طبيعيا. أكيد الشخص ده طبعا. احنا بنسميه في علم النفس الشخصيه السايكوباتيه، الشخص المهمل، الشخص اللي عنده لا مبالاه، الشخص اللي ما بيفكرش في اي حاجه، الشخص اللي بينفذ رغباته وافكاره في نفس اللحظه وما بيفكرش في بعد كده ايه الاثار المترتبه السلبيه على العمل اللي هو عمله. فبالتالي الشخص ده لازم تقنعيها ان هو مريض، وانت مش بتقنعيها كذب، لا، هو انت بتقنعيها لان دي طبيعه شخصيته. فتبدا هي تفكر تاني من اول وجديد ان مش كل الاشخاص اللي بتتعامل معاها مرضى نفسيين، وان في علامات معينه تحذرها من الاشخاص اللي قدامها في التعامل، وان في حدود معينه ليها في التعامل. اول ما تحس ان اللي قدامها بدا يتخطى الحدود دي، تبدا هي الارم كده بالنسبه لها، لا، الشخص ده انا مش هتعامل معاه. لكن مش كل الاشخاص صح. فانت شكرا جدا اهم يا حاجه دكتور، بجد افدتينا، بجد ميرسي. شكرا. محتاجين نعمل حلقه مع بعض، و استنونا بعد الفاصل، وبجد انا مش عارفه اقول ايه، ربنا يعوضهم كل البنات اللي مرت بحاجه زي كده. واستنونا بعد الفاصل في برنامج هي ومرايتي. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل.
العناية بالبشرة والشعر في كل شهور السنة بالذات في الصيف مهمة جدا عند كل الستات سواء كانوا صغار أو كبار، عشان كده احنا حريصين على تقديم النصايح المهمة للعناية بجمال المرأة وكمان التركيز على أهم منتجات مستحضرات التجميل الموجودة في السوق المصري خصوصا بعد المقاطعة. النهاردة هيكون معانا دكتورة آلاء رأفت عطا أخصائية التجميل والليزر واللي هتكلمنا عن شركة مصرية مهمة جدا بتنتج منتجات بجودة المنتجات المستوردة، وده خلاها بتنافس أكبر شركات التجميل في الشرق الأوسط وهي شركة ريجينيرا فانس، واللي منتجات كتير منها في روتين كتير من الفنانات والفنانين. اهلا بيكي يا دكتورة آلاء، نورتينا. اهلا بيكي رميم. دكتور آلاء، مش لاقين حد انسب منك نسأله ازاي نحافظ على بشرتنا وشعرنا في الصيف. اهلا بيكي يا رنيم، ميرسي على المقدمه الجميله دي. من خلال ان احنا الاول يبقى عندنا روتين، طبعا احنا محتاجين نهتم ان احنا في عندنا تو اورجن، البشره دي من الحاجات المهمه قوي والشعر من الحاجات برضو المهمه قوي ان احنا نحافظ عليهم. ازاي بقى نحافظ عليهم من خلال الصيف؟ اول حاجه اول ما بنصحى من النوم ان احنا نستخدم الفيشيال كلينزر بتاعنا، علشان بيبقى فيه اتربه، عوامل اتربه بالليل وانت نازله وانت خارجه وانت في اي مكان اتعرضت لها. تاني حاجه بعد ما احنا بنستخدم الفيشيال كلينزر بتاعنا بنحط مسترايزنج، يبقى كريم، يبقى يحتوي على مثلا كولاجين الاستن، حاجه تحفز الكولاجين والالستن اللي في بشرتنا علشان يديكي زي نضاره كده وبلامبي. تالت حاجه ان انت تحطي اي كونتور او اي كريم للبشره اللي تحت عينيكي، ده بالنسبه للبشره اللي هي الحاجات الاساسيه. طبعا اكيد 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 انكلودد ان هي معاها طبعا الصن بلوك. دي كده باختصار شديد جدا الحاجات اللي هي في البشره لازم نعملها في الصيف. بالظبط. كل الناس بقى بتدور على منتجات طبيعيه عشان تحافظ على بشرتها وشعرها بامن واحسن طريقه. طبعا، وزي ما عرفنا ان ده اللي بيميز شركه ريجينيرا فانس، عايزينك تقولي لنا اهم منتجات البشره لشركه ريجينيرا فانس. تمام، احنا كده قلنا الروتين بتاعنا بسبب ان احنا بيحصل عندنا وانتي نازله الصبح في الشمس والحر ده بيحصل بيبقى فيه عوامل اتربه كتير جدا بتدخل جوه المسامات بتاعتنا وبتكون بلاك هيت وايت هيت، كل الكلام اللي انا قلته لك في الاول خالص كبدايه ان احنا بنمشوا عليه كروتين. طيب ايه اهم المنتجات اللي انتي بتقولي لي عليها؟ هي في منتجات حلوه قوي ان انتي تقدري تحافظي عليها. اول حاجه انك انتي تستخدمي الفيشيال كلينزر، هما فيهم ميزه برضو ان هما حاطين الفيشيال كلينزر اللي هو الغسول، هو مش بس غسول، لا هو غسول وبرضو في نفس الوقت ماسلر ووتر او ميك اب ريموفر ان انتي تقدري تمسحي بيه الميك اب بتاعتك لو انتي عندك مثلا بواقي ميك اب او كل الكلام ده. طبعا هايل جدا ان هو 2 in 1، فدي حاجه كويسه جدا ان هي بتوفر عليكي برضو ان انتي تشتري برودكت تاني، يعني انت خلاص كده عندك برودكت بدل ما انت تقدري تشتري ميك اب ريموفر او كده. فطبعا دي حاجه كويسه قوي ككلينزر ان هو برده بيشيل زي ما قلت لك يا رونيم البلاك هيت والوايت هيت، برده دي حاجه من العوامل الجميله جدا بالذات في الحر وفي الصيف زي ما انا كلمتك في الاول. ايوه اكيد. تاني حاجه وشنا في الصيف وفي الحر ده بيبقى محتاج جدا مسترايزنج. طب ايه المسترايزنج؟ هم عندهم كريم حلوه قوي فيه فيتامين اي وفي فيتامين كي وفي فيتامين حلوه قوي بتحفز الكولاجين والاليستن وبتحفز الخلايا بتاعتنا. ده اللي هو الكريم اللي فيه الهايرولونيك اسيد والكولاجين، صح؟ ده بينعم البشره. مظبوط. وبيشيل اي خطوط رينكلز بسيطه. بالظبط. وبرايم بنستخدمه كمان كبرايمر. ما هو ده ميزته قوي يا رنيم ان انت مثلا لو حاطه ميك اب وكده فعايزه تحطي بيز اساسي، فهو ميزته ان هو هيحفزك ان هو كتريتمنت وفي نفس ان هو في نفس الوقت ان هو مسترايزنج ان انت تقدري تحطيه قبل الميك اب بتاعتك، ما تخليكيش فيه مثلا ساعات بيبقى فيه تشققات شويه في الميك اب او اي حاجه. أيوة. لا، بيبقى الميك اب بتاعك سموز فانت تبقي حلو جدا معاكي كصبح ويديكي برده نضاره. وهو بيشد البشره كمان. بالظبط، بيدي شد البشره لان هو اصلا فيه فيتامين اي وفي برده كمان كولاج والاستن، كل الكلام ده زي ما انا وضحت لك. تالت برودكت بقى وهو من احلى البرودكت اللي هم عاملينها حقيقي علشان كل البنات بتعاني من النقطه دي، الاي كونتور او كريم العين. هو بيخلصنا من اي هالات سوداء او انتفاخات او خطوط حوالين العين. مظبوط مظبوط. هو في ميزه حلوه قوي ان هو فيه الكافيين وفيه فيتامينز برده، فلو انت عندك بافنز او اي حاجه مثلا من الانتفاخات البسيطه ممكن برده
برضو مع الوقت ان هو يقدر يعالجها. واللي انا عرفته كمان ان هو فيه هايلورونيك اسيد. مظبوط مظبوط. فهو بيديلك الهايلورونيك بيشد شويه معاكي لو عندك رينكلز بسيطه او كده ممكن مع الوقت برضو. والاستمراريه كل الحاجات اللي انا برضو قلتها لك في الاول كروتين. احنا بنقول ايه روتين؟ أيوه. حاجه روتينيه فانت لازم تحافظي عليها. لو انت مثلا ما استخدمتيش الكلينزر بتاعتك ونمتي مثلا بالماسكارا ممكن يحصل ليكي عواقب كتيره جدا. المويسترايزنج بتاعك لو استخدمتيه مع الوقت طبعا هتحسي ان في عندك نضاره. يعني بيجي لي ساعات كيسز كتيره جدا في الكلينك بتبقى تقول لك ايه انا مثلا اكتب لها مثلا كريم اكتب لها الكريم تقول لك لا انا ما حسيتش بفرق. طبعا عشان هي محتاجه ده بروتوكول وروتين لازم معين تنتظم عليه. بالظبط تنتظم عليه. لو انتظمنا على الاي كريم او الاي كونتور بشكل مستمر هل هو ممكن يغنينا عن الكونسيلر خصوصا ان هو كمان امن جدا على العين ومفعوله سريع؟ طبعا لان في بعض الحالات بتبقى موجوده مثلا هي كد موجوده عندها حاجه بسيطه من الهالات فدي ممكن تقدري جدا انك انت تقدري مع الوقت انك انت بالاستمراريه وان انت محافظه على الروتين بتاع الاي كريم طبعا تقدري انك انت يخفي الهالات. بس الحالات طبعا المودريت والسيفير دي بتبقى محتاجه وقت اطول بكتير يعني على حسب الكيس. بس طبعاً. لو حد حالته بسيطه شويه يقدر عادي بعد فتره يستغنى عن الكونسيلر. مظبوط. هو برده في ميزه حلوه قوي برده باي ذا واي ان هو برده ممكن يستخدم بعد ما انت مثلا في ناس كتيره جدا كيسز بتبقى بتحقن اندر اي عشان تعمل زي تفتيح. طبعا احنا الاندر اي تحت العينين دلوقتي خطر جدا طبعا طبعا. بس هو الفكره كلها ان دلوقتي احنا كلنا بنعاني من الهالات بسبب السهر بسبب قاعده قدام بالظبط قاعده قدام التلفزيون القاعده قدام الموبايل واللابتوب كل الكلام ده. فطبعا بعد ما هي ممكن تحن ايه اللي يسرع معاها النتيجه لان في ناس كتيره جدا بتعمل كده. الاي كريم برضو هيبقى هايل جدا معاها بدل مثلا ما هي هتاخد النتيجه حاجه واحده لا هتاخد النتيجه الضعف. طيب نستخدمه كام مره في اليوم؟ مرتين مره الصبح مره بالليل. مظبوط. ودايما الستات بتبحث عن النضاره. بالظبط. وبالذات كريم الكولاجين والهايرولونيك اسيد بيساعدونا جدا على ده. مظبوط مظبوط. هو كمان هو فيه كولاجين والاستن وفيه كمان حاجه جميله جدا فيه فيتامين اي فهو طبعا بيشد جدا البشره. وفي ميزه كمان ان انت ان هو مويسترايزنج ان انت تقدري تحمليه زي ما انا قلت لك برده في الاول خالص في البدايه ان انت تعمليه 2 ان 1 يعني انت تعمليه 2 ان 1 يعني قبل ما انت مثلا بعد ما تغسلي وشك وقبل ما انت تحطي الميك اب تقدري تحطيه كمويسترايزنج وكتريتمنت برده. وعرفنا كمان ان هو في غذاء ملكات النحل. مظبوط مظبوط. فطبعا ده كل ده بيعمل امبروف للسكين بيحافظ على السكين بيحافظ على الكواليتي بتاعه التكشر بتاعه البشره. يعني عشان نوصل للبيبي سكين احنا محتاجين نستمر على مزبوط. الروتين ده طبعا. طيب دلوقتي نروح لمنتجات سكاندي اللي هي برضو تابعة لشركة ريجينيرا فانس واللي احنا عارفين ان هي بتكثف الشعر وبتملى اي فراغات وبتخلي الشعر انعم وبتمنع التساقط. تمام. عايزينك تكلمينا اكتر عن كل منتج فيهم. هم 3 منتجات مظبوط. تمام. خلينا نوضحهم الاول بالترتيب. زي ما احنا بندخل ناخد شاور المفروض نستخدم الشامبو. الشامبو فيه ميزه ان هو بيقلل التساقط. طبعا احنا عندنا 3 حالات مايلد ومودريت وسيفير. ده اللي هو في العادي وبعد كده الوسط وبعد كده الحالات اللي هي بتبقى التساقط فيها شديد جدا. طبعا هو الميزه ان هو بيقلل التساقط. هو مش بس بيقلل التساقط هو فيه برده انجريدينتس بتساعد ان هو بعد ما انت مثلا بتاخدي الشامبو في بعض الشامبوهات في الماركت بعد ما انت بتستخدميها تعمل لك هيشان. هو ميزه فيه ان هو بيقلل الهيشان برده نسبه الهيشان اللي فيه. ده احنا كده بدانا بالشامبو ان هو كمان بيشيل القشره. مظبوط. بالظبط. هو بيعمل بالظبط بينظف القشره وبينظف الفروه بشكل عام. كويس جدا من اي نوع من الاكزيما من الاكزيمات يعني. تاني حاجة البلسم. البلسم بقى فيه انجريدينز كتيرة. الانجريدينز دي بتحتوي انها بتخلي الشعر سموز فلما انت بتحطيه بعد الشامبو مباشرة بتحسي ان شعرك طري بيساعدك شوية ان يقلل مثلا من اي هيشان. بيرطب الشعر بيخليه حيوي اكتر. بالظبط.
بالظبط. تالت حاجه بقى اللي هي معانا وهي معلش هقطعك دقيقه، احنا الكونديشنر برضو قلنا ان احنا نقدر نستخدمه كسيرم بعد الشاور، مظبوط؟ مش بعد الشاور، بعد الشامبو. يعني انت استخدمتي الشامبو وبعدها ككونديشنر، وانت مثلا الكونديشنر من يعني سوري هو بيغنينا عن السيرم. بالظبط، بيغنينا ان انت خلاص بترطبي، فانت خلاص شعرك سموز، فانت تقدري تماما تستغني مثلا عن سيرم لو بالظبط. تالت حاجه بقى اللي هي السبراي. السبراي برضو هايل قوي للناس اللي هي مثلا عندها تساقط شديد جدا. طبعا موضوع التساقط ده بيحصل لكل البنات، تساقط وفراغات ولا الفراغات تساقط وفراغات بس التساقط بشكل عام. ليه؟ لان طبعا بسبب قله الفيتامينز، بسبب الروتين بتاعها ان هي مش منظماه، بس في حالات بتبقى عندها انيميا على حسب بقى الفيتامينز وعلى حسب الحاجات اللي هي بتبقى عندها ونقص فيها. فطبعا هو كحاجه ذا هير لوشن طبعا، يعني لو حد الجميلة. هيلثي واستخدم السبراي هيجيب معاه نتيجه طبعا كبيرة. يجيب معاه نتيجه. بس برضو تاني خليني اوضح لك يا رنين ان هو لازم برضو انك انت تبقي ماشيه على روتين. أيوة. لان مفيش حاجه انت مثلا مش هتبقي ماشيه عليها على روتين وهتقدر تجيبي معاكي نتيجه، فاهماني؟ استخدام بقى الهير لوشن اللي هو السبراي يعني. أيوة. بنستخدم 6 بخات صباحا و6 بخات مساء. مع بقى التدليك لو عندنا برضو ديرما رول لو انت حطاها برضو هيبقى حلو جدا جدا معاها، بتحفز برضو الشعر كويس جدا معاها. وبنحطه كل يوم؟ بنحطه كل يوم. انا قلت لك بقى هو روتين، انت بتستخدمي السبراي كل يوم، اما الشامبو والكونديشنر على حسب ما انت بتستحمي، بس طبعا يفضل ان يكون مرتين في الاسبوع. وهو المبهر في الموضوع ان كل ده والمنتجات دي ما فيهاش اي مواد كيميائيه طبعا، وده اللي بيدور عليه اغلب الستات والرجاله كمان. مظبوط. وبعدين هو كده وبلس زي ما انت كنت قايله في المقدمه بتاعتك ان هو ان هو في ميزه ان هو منتج برضو برودكت مصري. عندنا كمان حاجه مميزه جدا في البرودكت دي انه هو عادي الستات والرجاله والاطفال كمان يستخدموها لان هي ما فيهاش اي مواد كيميائيه، مظبوط؟ مظبوط. يعني احنا ممكن نستخدم الشامبو، يعني هو حلو جدا، ممكن برضو تستخدم كاطفال كزي ما انت بتوضحي، ممكن يستخدم معاكي برضو زوجك لو انت عايزه يستخدمها، فممكن فعلا ان هي تنفع للرجاله وللستات وامنه كمان للاطفال. بالظبط، مظبوط. ودلوقتي هنعرض البيجات والارقام لاي حد محتاج يشتري منتجات ريجينير افانس، واللي بجد انا بنصح بيها جدا لاني شفت ريفيوهات كتير من الفنانات والفنانين اذا كان عن الوش او الشعر، وكمان كتير من زمايلي بيستخدموا منتجات ريجينير افانس. دكتور الاء، عايزينك تدينا عروض لمشاهدين برنامج هي ومرايتي من شركه ريجينير افانس. ان شاء الله يا رنيم هيبقى في اوفر 15% بخصوص متابعينا على برنامج هي ومرايت. نشكرك جدا دكتور الاء، ولازم مشاهدينا يستغلوا العرض ده، واستنونا في حلقه جديده من برنامج هي ومرايت.